السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذا الفيديو الجديد المخصص لتصحيح التمرين رقم 37 من الدرس الثاني، الاشتقاق وتطبيقاته، دراسة الدوال. محتوى التمرين: في كل حالة من الحالتين التاليتين أحسب مشتقة الدالة F بعد تحديد مجموعة تعريف الدالة F و F بريم. لنبدأ بالحالة الأولى، f لـ x تساوي الجذر من الرتبة 3 لـ x ناقص 4 مقسوم على الجذر المربع لـ x الكل أس 3. لنحدد df مجموعة تعريف الدالة f. لدينا f معرفة إذا وفقت إذا كان x أكبر من أو يساوي الصفر، لأنه يوجد تحت الجذر من الرتبة 3، و x أكبر قطعا من الصفر لأنه يوجد تحت الجذر المربع وكذلك يوجد بالمقام. وهذا يعني بأن مجموعة تعريف الدالة F هي جميع الأعداد الحقيقية التي من أجلها X أكبر قطعا من الصفر، يعني المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية. لدينا الدالتين المعرفتين بالجذر مربع لX والجذر مكعب لX قابلتين للاشتقاق على المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية. إذن فالدالة المعرفة ب واحد على الجذر المربع لـ x قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية كمقلوب دالة قابلة للاشتقاق. الجذر مربع قابل للاشتقاق على المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية ولا تنعدم، إذن فالمقلوب قابل للاشتقاق. وبالتالي فالدالة المعرفة ب ناقص 4 مقسوم على الجذر المربع لـ x قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية كجداء دالة قابلة للاشتقاق في عدد حقيقي. إذن فالدالة F المعرفة بهذا إذن فالدالة المعرفة بالجذر مكعب لـ x ناقص 4 على الجذر المربع x قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية كمجموع دالتين قابلتين للاشتقاق. وبالتالي فالدالة F قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية كجداء دوال قابلة للاشتقاق. ولدينا مهما يكون x أكبر قطعا من الصفر، مشتقة f هي مشتقة الجذر من رتبة 3 لـ x ناقص 4 على الجذر مربع لـ x الكل أس 3. لحساب هذه المشتقة سنستعمل الخاصية مشتقة f أس n هي n عامل لـ f بريم عامل لـ f أس n ناقص 1، بحيث n هو العدد 3. f بريم هي مشتقة الجذر من رتبة 3 لـ x ناقص 4 على الجذر المربع لـ x، و f أس n ناقص 1 هي الجذر من رتبة 3 لـ x ناقص 4 على الجذر المربع لـ x الكل أس 3 ناقص 1. مشتقة الجذر من رتبة 3 لـ x سنستعمل الخاصية مشتقة الجذر من الرتبة n لـ x تساوي 1 على n الجذر من الرتبة لـ n لـ x أس n ناقص 1، فنحصل على 1 على 3 الجذر من رتبة 3 لـ x أس 3 ناقص 1. هنا تكتب على شكل kf بحيث كعدد حقيقي، مشتقة kf هي k في مشتقة f، فنحصل على زائد 4 في مشتقة ناقص 1 على الجذر المربع لـ x. لحساب المشتقة هنا سنستعمل الخاصية مشتقة ناقص 1 على f هي f بريم على f أس 2، بحيث f هي الجذر المربع لـ x، فنحصل على الجذر المربع لـ x بريم على الجذر المربع لـ x الكل أس 2. ثم هنا 3 ناقص 1 هو العدد 2، كذلك 3 ناقص 1 هو العدد 2. مشتقة جذر المربع x هي 1 على 2 جذر المربع x. مشتقة جذر المربع x أس 2 هو x، ثم هذا التعبير هو 1 على 2 جذر المربع x في x. نختزل 2 من البسط ومن المقام فيتبقى لدينا 2، وبالتالي مهما يكون x أكبر قطعا من الصفر f بريم لx تساوي 3 عامل لـ 1 على 3 الجذر من رتبة 3 لx أس 2 زائد 2 مقسوم على x عامل لجذر المربع x، ثم الكل عامل لي الجذر من رتبة 3 لx ناقص 4 على الجذر المربع لx الكل أس 2. الحالة الثانية،
لنحسب مشتقة الدالة f المعرفة ب f لx تساوي الجذر من الرتبة 3 لx ناقص الجذر المربع لx أس 2 ناقص 3x زائد 2 الكل مقسوم على 2 ناقص x. أولا لنحدد f مجموعة تعريف الدالة f. لدينا الدالة f معرفة إذا وفقت إذا كان x أكبر من أو يساوي صفر لأنه يتواجد تحت الجذر من الرتبة 3 و x أس 2 ناقص 3x زائد 2 الكل مقسوم على 2 ناقص x كذلك أكبر من أو يساوي صفر لأنه يتواجد تحت الجذر المربع و 2 ناقص x يخالف صفر لأنه يتواجد بالمقام. سنحاول تحديد إشارة هذا التعبير. أولا لدينا x أس 2 ناقص 3x زائد 2 تساوي x أس 2 ناقص x ناقص 2x زائد 2. سأحاول التعميل. ناقص 3x هي ناقص x ناقص 2x. هنا نعمل ب x فنحصل على x عامل x ناقص 1. ثم هذين التعبيرين نعمل بالعدد ناقص 2 فنحصل على ناقص 2 عامل x ناقص 1. نلاحظ تواجد عامل مشترك هو x ناقص 1 نعمل به فنحصل على x ناقص 1. التعبير الأول يعطي x، التعبير الثاني يعطي ناقص 2، وبالتالي x أس 2 ناقص 3x زائد 2 حدودية من الدرجة الثانية تنعدم في 1 وفي 2، وبالتالي إشارتها كالآتي: خارج الجذرين لها إشارة A، A هو معامل x أس 2 هو العدد 1، وداخل الجذرين هو عكس إشارة A أي ناقص في هذه الحالة. كذلك الحدودية 2 ناقص x تنعدم في العدد 2 على يمين 2 لها إشارة A، A هو ناقص 1 معامل x، وعلى يسار 2 لها عكس إشارة A أي زائد زائد. ثم إشارة الكسر زائد مقسوم على زائد هو زائد، ناقص مقسوم على زائد هو ناقص، وزائد مقسوم على ناقص هو ناقص. نعلم أن كسر غير معرف إذا وفقت إذا كان المقام ينعدم، وبالتالي هذا الكسر غير معرف في العدد 2. ونعلم أن كسر ينعدم إذا وفقت إذا كان البسط ينعدم والمقام لا ينعدم، وبالتالي هذا الكسر ينعدم في العدد 1. وبالتالي مجموعة تعريف الدالة F هي مجموعة الأعداد الحقيقية التي من أجلها X أكبر من أو يساوي الصفر و X أس 2 ناقص 3X زائد 2 الكل مقسوم على 2 ناقص X أكبر من أو يساوي الصفر كذلك X يخالف 2. إذن x أكبر من أو يساوي الصفر هو المجال صفر زائد ما لا نهاية، x أس 2 ناقص 3x زائد 2 الكل مقسوم على 2 ناقص x أكبر من أو يساوي الصفر و x يخالف 2 هو المجال ناقص ما لا نهاية 1. تقاطع هذين المجالين هو المجال المغلق صفر 1. ولدينا الدالة المعرفة بالجذر من رتبة 3 لـ x قابلة للإشتقاق على المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية، إذن فهي قابلة للإشتقاق على المجال المفتوح صفر واحد. كذلك الدالة المعرفة ب x أس 2 ناقص 3x زائد 2 الكل مقسوم على 2 ناقص x قابلة للإشتقاق وموجبة قطعا على المجال ناقص ما لا نهاية واحد، إذن فهي قابلة للإشتقاق على المجال المفتوح صفر واحد. إذن الدالة f المعرفة بهذا التعبير قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح صفر واحد كمجموع دالتين قابلتين للاشتقاق. ولدينا مهما يكون x ينتمي إلى المجال المفتوح صفر واحد مشتقة f هي مشتقة هذا التعبير، هي مشتقة الجذر من الرتبة 3 لx ناقص مشتقة الجذر مربع لx أس 2 ناقص 3x زائد 2 الكل مقسوم على 2 ناقص x. مشتقة الجذر من رتبة 3 لx هي 1 على 3 الجذر من رتبة 3 لx أس 3 ناقص 1. استعملت هذه الخاصية. هنا سأستعمل الخاصية مشتقة الجذر المربع لf هي f بريم مقسوم على 2 جذر مربع f. 3 ناقص 1 هو العدد 2. وهنا لحساب المشتقة سنستعمل عفوا الخاصية مشتقة f على j هي f بريم في j ناقص f في j بريم الكل مقسوم على j أس 2. f بريم في j ناقص f في j بريم الكل مقسوم على j أس 2.
مشتقة x أس 2 هي 2 x، مشتقة ناقص 3 x هي ناقص 3، مشتقة 2 هي 0، مشتقة 2 هي 0، مشتقة ناقص x هي ناقص 1. ناقص في ناقص 1 هو زائد، حسب ما سبق نعلم أن x أس 2 ناقص 3 x زائد 2 هي x ناقص 1، الكل عامل لـ x ناقص 2. هنا نعمل بناقص 1 فنحصل على ناقص عامل لـ 2 ناقص x. الهدف هو استعمال أو التعميل العامل المشترك. نعمل بـ 2 ناقص x، التعبير الأول يعطي 2 x ناقص 3، بينما التعبير الثاني يعطي ناقص بين قوسين x ناقص 1. هنا نقوم بإزالة الأقواس مسبوقة بإشارة سالبة، إذا نغير إشارة كل تعبير فنحصل على ناقص x زائد 1. من جهة أخرى 2 ناقص x الكل أس 2 هي 2 ناقص x، الكل عامل لـ 2 ناقص x. نختزل 2 ناقص x من البسط ومن المقام، و 2 x ناقص x هي x، ناقص 3 زائد 1 هي ناقص 2. x ناقص 2 الكل مقسوم على 2 ناقص x تساوي ناقص 1، ناقص ناقص 1 تساوي زائد 1. وبالتالي مهما يكون x ينتمي إلى المجال المفتوح 0 1، f' لx تساوي 1 مقسوم على 3 الجذر من رتبة 3 لx أس 2 زائد 1 مقسوم على 2 في الجذر مربع لx أس 2 ناقص 3x زائد 2 الكل مقسوم على 2 ناقص x. بهذا نكون قد أنهينا تصحيح هذا التمرين، فأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى قادم الفيديوهات بحول الله.